الو بابا وين يابا وين احكي لي وين بغداد بوجهنا كل الناس قالت ما حتفحون ما حسووها ما تفحون بغداد احنا ما نروح لبغداد اولي المدينه اللي نحبها يابا كوكي بابا. وين كوكي وين بغداد يلا ان شاء الله هسه راح نتوكل وراح نروح نعوف بيت عمنا ونطلع وين البغداد يا بشنو بعد سنين بعد مدة طويلة طبعا أنا رحت وحدي أوكي وهسه جاي باثنين وياي هذا واحد كتكوت مالتي نايم والجميلة مالتي فا والله ما أعرف شو أقولكم شعور مو طبيعي دا تخيل لحظة بلحظة شلون حنوصل بغداد يعني اشتياق مو طبيعي وهاي المدينة يعني صدق لها معزة على قلبي وبغداد الغالية إن شاء الله ترجع أحسن من قبل ويا رب إن شاء الله نشوفها ونتونس بيها ونطلع بيها ونشوف أهلنا وناسنا اللي ببغداد ونشوف المتابعين كلش متحمس ولحظة بلحظة أتمنى أنه أوصل والطريق صار عبالك مو خمس ساعات حيصير الطريق علي يوم كامل ها وهناك كوكي ميد والله زين وين احنا ناخذه ويا امه وابوه وجيبوا منا ودوا منا قبل ما يكمل الفيديو راح نروح فاصل اعلاني وراجعي لكم بس في وقت وراح نشوف الاجواء واللقاء ويا الجميع الفيديو هذا كلش مؤثر وراح تشوفون بعينكم بهذا وقتنا العالم كله متجه نحو العقارات والاستثمارات العقارية وأكيد كنا عندنا طموح بس ما لاقين الطريقة الصحيحة أو الاستشارة من ناس مختصين بهذا المجال اليوم راح نعرفكم على شركة اختصاص في هذا المجال وراح تقدر تساعدك إذا حاب تشتري عقار جاهز أو عقار قيد الإنشاء أو تبني قطعة أرض إذا كنت أنت في بغداد أو في كردستان وأكيد بالتعامل مع شركة روعة السرور راح تقدر توصل لكل الحلول أكيد مو شرط أن تكون أنت من سكان بغداد أو سكان كردستان هواي ناس راح يكونون موجودين في خارج العراق ويحبون يستثمرون او يشترون عقار في كردستان واكيد الشركه راح تستقبلك وراح تعرفك على جميع المجمعات السكنيه اللي موجوده في كردستان مو بس هاي تقدر تشتري عقار جاهز او عقار قيد الانشاء خلونا نتعرف اكثر عن الشركه من خلال مدير المبيعات ونساله كم سؤال يخص الاستثمارات والعقارات الاستثماريه في كردستان استاذ علام شنو الخدمات اللي تقدمها شركتكم للزباين يعني نبذة مختصرة عن شركتكم شركة عقارة روعة السرور للاستثمار العقاري والاستشارية موجود فرع أربيل موجود فرع بغداد إذا أنت مثلا تكون من بغداد تريد تستثمر يمنا أو تريد تشتري شقق سكنية أو تجارية أو بنايات تقدر تتواصل ويا شركتنا فرع بغداد يعني حتى أنا إذا كنت ببغداد أقدر أشتري بأربيل نعم حلو وإذا كنت بأربيل تجينا للشركة نشوفك العروض الموجودة عندنا وين ما تريد كل مشاريع أربيل موجودة يعني أقدر أشتري مو فقط مشروع واحد أي مشروع يعجبني ممكن أنتوا تقدموا له الخدمة أي مشروع تريد بأي منطقة تريد داخل أربيل موجود عندنا زين أنا ما أريد أشتري عقار إذا عندي قطعة أرض وأريد أبنيها هم ممكن تساعدوني موجود مستشاري الاستشاري قسم الاستشاري ناخذ القطعة القاع مالتك اكيد نقدر نبني لك قطعة ارض تصميم مودرن وعندنا تصاميم كلاسيكية يعني حتى لو انا كان عندي شغل مشغول انتم ممكن تسلموني التصميم مثل ما هو واسلم بس المفتاح نحن ناخذ قطعة ارض من عندك ونسلمك بس المفتاح حلو زين هسه مثلا انا ما عندي امكانية كاملة انه اشتري السكن كله واعطي دفعه كامله اذا اقدر اعطي مثلا 20% 30% حتى اقدر اشتري من مشاريعكم عندنا مشاريع تدفع دفعات على طريق تقسيط تدفع دفعه اولى دفعه ثانيه دفعه ثالثه والباقي يصير تقسيط وعندنا بها الدفعات فقط يعني مثلا خمس دفعات تصير يعني عنده امكانيه واللي ما عنده امكانيه محدوده بالضبط. ممكن يقدر يشتري بهاي المشاريع عن طريق تقسيط عن طريق دفعات عن طريق اقساط شهري لمدة 60 شهر عندنا مدة 96 شهر بصراحة أنه تنصحنا بأربيل أربيل شنو بيها الأشياء المختلفة عن باقي المدن أربيل منطقة الشمالية بيها الأربع أجواء حلو منطقة سياحية أهم شيء الجو أهم شيء الجو كلش حلو منطقة سياحية كأكثر سواحل يجون خاصة مثلا نقول من جنوب العراق يتجون إلى أربيل بيها فرص هواية من الشغل من أي مجال تريد موجود متوفر زين إذا أنا كنت مثلاً عايش بألمانيا أو بأوروبا وما عندي أحد بكردستان أو بأربيل
ممكن تستقبلوني وانتم تخلوني اشوف المشاريع هاي كلها؟ طبعا عندنا موجوده سيارات الشركه تجي تستقبلك من المطار، تجيبك للشركه، نشوفك المشاريع الموجوده بالشركه، وتحب تشوف المشروع بعيونك ناخذك بسيارة الشركة نشوفك المشاريع اللي قيد الإنشاء والمشاريع الكاملة. وأكيد من أولوياتنا هي راحة الزبون. مثلا عندك أي استفسار ثاني تحب تزور موقعنا الشركة أو تتصل على أرقامنا الموجودة أي وقت موجود. شباب هسه ظلمت علينا الدنيا وهسه احنا وصلنا لمدينة الدوز، أوكي؟ شي بعد تقريبا 3 ساعات تقريبا إن شاء الله نوصل لبغداد. وهاي شوارع الدوز جميلة، محلات. ها عائلتي جميلة، تعبتوا؟ تعبتوا؟ فايقة صايت ما فايتة بغداد. نسوي 15 أو 14 أو 14 أنا آخر شيء 2000 و... رح السنة بأربيل، فيمكن 2013 أوكي؟ سنة بأربيل وسنة بتركيا وثمان سنوات بألمانيا. أو والله عمر والله، يعني اللي عفته ابن عمي اللي عفتهم أعمارهم 10 سنوات، اللي عفتهم أعمارهم 10 سنوات هسه صاروا 20 سنة. وانت توقعوا مشتاق لكل شيء ببغداد، مشتاق لشوارعها الناس. يا رب ان شاء الله نشوفهم جميعا بخير ونشوف متابعينا واحد واحد، نشوفهم بكل مكان ان شاء الله. اولي هواية متابعين شلون؟ المدينة الكبيرة، المدينة الاكثر متابعين من عندها هي بغداد. تحياتنا لكم جميعا وان شاء الله نشوفكم، شكو واحد يتابعنا ان شاء الله نشوفه. الله، واخيرا من تشوفون الازدحام تعرفون احنا وين. واخيرا دخلنا بغداد. طبعا هسه وصلنا السريع محمد القاسم، اوكي؟ هسه وين وصلنا؟ طبعا هذا النفق مال الباب الشرجي، بس احنا الباب الشرجي يا با شنو ساحه التحرير. والله ذكريات. وهاي المدينه كنا كل جمعة هنا. يلا احنا نرجع نسوي لنا جاية خاصة هنا، تمام؟ شوفوا النهار جوانا، بغداد الجميلة. والله ما اعرف هاي عندنا شهر نفتح هاي. الله، شوفوا وين وصلنا. هاي الزغلاء على يدنا اليمين، هسه راح نوقف وين؟ يم التمثال. هلا والله. سوري مشتاق لك والله. الحمد لله على السلامة. مسؤول. يا هلا بيك، شلونك؟ شلونك؟ ان شاء الله بخير. كوكي. كوكي واخيرا وصلنا كوكي. لك الله الله الله. ودي والقلبك حبيبي حبيبي سامي لك روكي وظن. والله ما احكي لكم شباب مو طبيعي يعني. اوه بعد 10 سنوات يا الله. الحمد لله وصلنا وهسه راح نشوف البقية والكل ينتظرنا. انا اعرفكم يا اول شيء سامي وابن عمي الثاني رسول. نورت حبايب، نورتوا. كوكو وصل بغداد واخيرا. طبعا هنا المعرض، المعرض هنا خلاص صار معك من هاللحظة هاي. ما اقبل بكوك يا رب. كلهم ما شاء الله مشتاقين يابا، مشتاقين. يا زغاب يا زغاب كلهم هيك دق دق مشتاق لكم. شلونكم؟ اخباركم ما شاء الله نسوان صار. شوف احنا وين هسه؟ مال التمثال، تمثال الحضاره يمكن يسموه. وما شاء الله اقاربي واهلي كلهم قاعد يلتمون هنا، قاعد نشوفهم ونروح نفاجئ بي بي تي. طبعا بي بي تي راح اروح للبيت ونلتقي بيها. وما اعرف والله ما احكي لكم، الشعور مو طبيعي وقلبي قاعد يدق. دا اتخيل شلون راح التقي بيها. تعالوا بعيدين بعيدين. هذول ولد عمنا، انا اول مره التقي بيهم صراحه. هذا اخو هذا، اخو هذا. من الدبادي من الدبادي عندنا هذاك أخوك، ذاك أخوك، ذاك من الله. هذا كافي ما كنت ساعة
والله دا احكي لكم ولد عمي عبتهم كله 8 سنوات 7 سنوات 8 ما شاء الله هسه زوجهم وترجع مثلنا ونص هسه زوجهم وترجع والله بس باعوا هذا جاي من المانيا عليكم الله هذا جاي من المانيا كوكي تبدو لك تبدو يلا يا با هاي اول دخلتنا السيطرة الغزالية واول ما دخلنا ما شاء الله عرفونا الناس اللي دامون بالسيطرة وتحياتنا لهم وتحياتنا للجيش العراقي وما شاء الله اول ما دخلنا السيطرة عرفونا فتحياتنا لكل شخص يداوم بهاي السيطرة وعايش تديكم رب يحفظكم ان شاء الله يحفظ كل قواتنا الامنية والجيش والحشد والشرطة وشكو واحد منتسب للدولة تصور ترى وهنا أصعب لحظة باللقاء رحلت ببيبيتي تركناها كانت بحيلها وصحة جيدة بس بعد 10 سنوات تتغير كل شيء وضعها تعبان وسيء أتمنى كل شاهدنا يدعي لها بالصحة والسلامة وإن شاء الله ترجع أحسن من قبل هذا كوكي بيبي هذا كوكي
حولي شوف لي شوف لي المأساة والله قسم علي يحتاج لنا بس نوصل للألماني لك يا الله شوفولي لكن ما شاء الله سهل العافية يا بنسوان عمانس من يبدعون حولي والله ما قلت ما قلت لكم قسم علي قسم علي بس نوصل زين عاش تجيكم وبعد قسم العراقي ترتيبات والله الوزن ماكو علق الوزن عندنا قال تقول جدوية مال حسين ما شاء الله يلا هيك يلا تكفي اولي هذا الدجاج هذا المحشي مشتاقين له هذا كلش شلون دجاج الموصل هذا دجاج الموصل هذا عز الدين محل الموصل هسه جابه وجه لا عمي تذكروا له هاي السفر بس البيبي نلقاه بس العوائل ما شاء الله العراقية الكريمة يعني Tree.